مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من مقهى لايف مع مواهب. اليوم طبعا عاده احنا في مقهى لايف بنطلع بندردش بنتكلم بنخفف عن بعض، بنحكي مع بعض، بنستضيف ناس خفيفين لطاف عليكم، مواضيع بتكون شويه اخف من غيرها، لكن مش معناها انه ما في لها اهميه. الموضوع اللي حنحكي عنه اليوم او الشخص اللي بنستضيفه طبعا اليوم هو مبدع، لانه حول شيء بسيط الى شيء عالمي، الناس كلها بتتكلم عنه صارت، وخاصة بعد ما شارك في برنامج المواهب العربي اللي كنا بنعرفه، حامل معاه قطعة بلاستيكية من المصاص او الشلمونة زي ما بعض الناس بيسموها، وحولها الى آلة موسيقية عذبة الصوت تصدر اصوات جميلة، بل انه صمم انه يخرج عن المنطق عن المعلوم وذهب الى برنامج عالمي للمواهب في بريطانيا، او نفسه هو برنامج المواهب البريطاني، فابهر الجماهير الغير عرب، يعني الكل صار يحكي عنه، كتبوا عنه في الاذاعه في الجرائد في الاذاعات. معنا اليوم ضيفنا ضيفي انا والاستاذ محمد في مقهى لا كنار تي في، الاستاذ حسن مناوي. اهلا وسهلا فيك استاذ حسن. اهلا وسهلا فيكم وشكرا. اهلا استاذ حسن. هلا والله اخ محمد، الله يسعدك، اهلين فيك. والحقيقه يعني احنا اول شيء بدنا نرحب فيك ونتشرف فيك في هذا المقهى. هذا المقهى بنخرج فيه عن المألوف، نخرج فيه عن الضجر، نخرج فيه عن التعب، ودائما بنستضيف اللي بيكونوا قريبين للقلوب، والحقيقة انه اليوم حيكون في قرب للقلوب بشكل مميز مع الأستاذ حسن اللي عمل إبداع وعمل يعني شيء انا مفروض انه يسجل هذا في سابقة عالمية سبقنا فيها العديد من يعني من أهل العزف والنغم. احنا حسينا انه دائما بنكرر بنقول في اشياء سهل ممتنع، في اشياء من السهل انك تشوفها، بتشوف الشخص بيستخدمها بتحكي بسيطه، ولكن اول ما بتمسكها بين ايديك بتحس انه لا، اختلف الوضع، انت بتحول النفس بتحول النفس لبيانو لناي ل يعني احنا بنعرف يعني انا بعتبر حسن مناوي بعتبره نيوتن الموسيقى. كل الناس كانت تنزل عليهم التفاحه ياكلوها، نيوتن نزلت عليه التفاحه طلع قوانين نيوتن. حسن مناوي كل الناس بيمسكوا الشلمونه المصاصه بيشربوا فيها بيستخدموها في حسن مناوي اخذ الشلمونه والمصاصه وحس انه هاي ممكن يطلع منها صوت موسيقي عذب، لو درسوا للاطفال حيطلع لنا مجموعه هائله من الاطفال اللي يستعذبوا الموسيقى ويعيشوا معها. اهلين استاذ حسن. حبيبي شكرا. او بالبدايه انا بشكركم على اللفت الحلوه اللي بجد القنوات الكبيره للاسف العربية المشهورة ما استرجت أو ما استنضفت تعمل هذا اللقاء لحد اللحظة هذه. شو بيستنوا ما بعرف، مش مهم. أنا بيكفيني شرف أنتوا أول محطة، وإن شاء الله وإن شاء الله تكونوا آخر محطة. ما بشرفني أطلع مع هيك محطات. بسلطوا بس الأضواء على الإرهاب، على داعش، على القتل، على الدمار، على السرقة، على الحرمية، على اللصوص، على الحريق، على واحد غرق واحد، يعني شغلات ما لها علاقة. على كل حال ما بدي أتطرق لهذا الموضوع، بس أنا فعلا بشكركم لأنكم سلطتوا هذا الضوء على نقطة مهمة اللي فتحتوا لي المجال إنه أتكلم عن هذا الموضوع. أنت حكيت كلمة بالبداية عجبتني كثير اللي هي المفروض كلمة هاي المفروض ما عايشين فيها حد ما نموت، عرفت؟ كلمة مفروض هاي المفروض انك المفروض كلمة
المفروض هذه لوحدها هو أمل، بس أمل مدفون يعني، متى بده يطلع الله أعلم. طب أين أستاذ حسن من الموسيقى؟ إيش اللي جذبك للموسيقى أستاذ حسن؟ إحنا حنحكي بكل أريحية اليوم وبكل شفافية. أكيد، وأنا بحب الشفافية والأريحية، لأنه أنا بطبيعتي أنا بحب أكون إنسان واضح، ما بحب أكون إنسان بلف علشان يوصل لمو لا 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 لشيء معين عن طريق يستعمل شغلات تانية. المهم، أنا يا صديقي العزيز، أنا مواليد العراق، انولدت بالعراق، عائلة أردنية بسيطة، والدي كان يشتغل في العراق، وجدي كان ممثل الصحة العالمية بالعراق، فعلشان هيك والدي اشتغل بالعراق، وأنا انولدت بالعراق ودرست الموسيقى في العراق. حبي للموسيقى يعني اجى من حب والدتي الله يرحمها للغناء، كانت تغني وانا صغير اعشق صوتها، يعني صار عندي زي ما بيحكوها حب للالحان، اخذها عن طريق يعني سماع صوت امي الله يرحمها، فحببتني بالموسيقى. تعيش 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 هني يا رب. فلما توفت والدتي ما لقيت أم غير الموسيقى، لقيت الأم الحنون اللي تعوضنا عن أمي هي الموسيقى، وهي فعلا كانت الأم الحنون اللي تشغل لي كل أوقاتي، اللي تريحني وأنا معصب، تسكتني وأنا ببكي، تنسيني الجوع وأنا جوعان، تنسيني التعب وأنا تعبان، تنسيني عذاب الحياة وأنا متعذب. يعني كانت بالنسبة لي أمي من بعد المرحومة أمي الثانية زي ما بيحكوها، اللي تعرف كنت أروح على أحضر حفلات أعراس زي أي طفل أي إنسان، في عرس في فرقة موسيقية بتعزف، وأنا أضل جنب الفرقة الموسيقية، ما بعرف شو اللي يخليني أروح أتفرج عليهم، أسرق الأنظار وأشوف العازفين كيف بيعزفوا. شوي شوي هيك يعني حسيت انه انا بميل للموسيقى، انه هاي هوايه عندي. بعدين بتعرف المدارس ومراكز الشباب والكذا والمنظمات الغير ربحيه والغير النون بروفيت اورجانيزيشن، هذول يعني هون ومشاركات هون ومشاركات هون، والحزب ومش حزب، تعرف العراق عندهم حزب البعث. نعم. على ايام الحكم الماضي، فكنا نشارك بالأحزاب ونشارك، ويعني فيعني شوي شوية انضميت لفرق موسيقية، شوي شوية شفت حالي أنا بدي أدرسها في معهد فنون جميلة في العراق، درست كملت دراسة فيه، رغم عن أهلي في البداية عارضوا، وهذا شيء طبيعي يعني، حتى اللي كانوا يدرسوا معي موسيقى في المعهد أهليهم عارضين، لأنه تعرف زمان نظرة الإنسان، نظرة العرب للموسيقى إنها راح تكون أنت رجل مش مظبوط، راح تروح وراء مش عارف، ما بدي أحكي هذا الكلام، راح تنحرف وراح ما راح هو صار كان يعني لازم أكون دكتور أو مهندس أو طيار أو يعني، بس هاي المهن المحترمة للأسف الواقع فرضها علينا وخلى الناس تحترم هاي المهن وتطنش مهن تانية اللي هي مهمة في الحياة. فأنا وعدت والدي من وانا صغير إنه يا والدي أنا ما راح أروح للمكان السيء، أنا راح أصير معلم وأنشر هذه الرسالة لكل الناس وأغير وجهة الناس، أغير نظرتهم للموسيقى الدونية للموسيقى إنها شيء يعني تافه أو شيء مسلي أو شيء يعني ما بيعمل فلوس كثير زي ما الحرامي بيعملوا. فيعني بالآخر ظليت مصمم إني أدرس الموسيقى. بالآخر والدي قال لي أوكي هذه حياتك وأنت حر فيها،
انا علي اللي علي عملته ونصحتك وانا خوفي عليك يعني الحمد لله ما كان هل يعني الاب زي ما بسموها الدكتاتوري لا يعني كان شديد علي اب كل اب يكون شديد على ابنائه مشان ما يغلطوا مشان ما اكيد هذا احنا عشناه كله بس هذا هذا راح هذا الكلام راح باي باي عصر استاذ حسن لما انا بدي انقلك بس نقله سريعه من تمام. من اول لما كنت بتعيش بهاي المعاناه الناس بيحكوا لك بدك تصير طبيب دكتور بدك تصير مهندس بدك تصير طيار زي ما بتحكي وشايفين انه انت رحت باتجاه ثاني غير عن اللي لازم انت تروحه بدي انقلك للنقله الاخيره لما وقفت امام الالوف والملايين وحكيت للناس انه انا في عندي رساله وانه انا انسان ناجح وانا عملت شيء لم يعمل احد من قبل لما وقفت هذه الوقفه الناس اللي كانوا ينظروا هذه النظره وبعدين وقفت انت هذه النظره هذا الموقف هل شفت نظراتهم مره اخرى بهذا الموقف هل شفتهم هم كيف ينظروا لك لمحت عيونهم وانت واقف هذه الوقفه للاسف انا لمحت بس هم بالعكس زادوا ايش حقد وغيره وحسد هذا العرب هيك احنا الشعب العربي بس نطلع على الانسان الناجح من غار يعني بس ما بنورجيه بنقول له برافو احسنت ومن وراء الله يلعن ابو اللي نفضك انا صريح جدا انا هذا احنا بدنا نقول انه احنا بدنا نقول انه بعضهم البعض اللي عنده اشكال البعض اللي عنده اشكال وعنده احساس بالنقص دائما بنظر هذه النظره اكيد وانا لكن انا بدي احكي لك شيء انه كثير من العرب اليوم لما اعلننا انه حيكون معنا استاذ حسن مناوي كثير منهم حكوا واو انت ما بتعرفهم لكن هم بيعرفوك هاي الثروة اللي أنا طلعت فيها. نعم. هذلاك الناس يتمنوا إنه ولو وقفوا دقائق بس من المواقف اللي أنت وقفتها، لكنهم ما استطاعوا. الناجح يفرض نفسه، وأنت حقيقة فرضت نفسك. يعني عندك الطبيب أو الطيار ما بيقدر يواجه مليون إنسان، ما بيقدر يواجه الملايين. يا دوب يواجه طيارته ويطير ويرجع. صحيح. هاي شغلته لكن أنا أصعب من الطيار وأصعب من المهندس وأصعب من الطبيب وأصعب يمكن من وزير أو أصعب لأنه أنت مش بس بتواجه لجنة 4 أشخاص لا أنت مليارات عم بيشوفوك ناس يا بتثبت جدارتك يعني أنا 7 شهور وأنا باك اند فورث يعني بحاور مع بريتش جوت تالنت رسائل إيميلات سهرت ليالي خزقت شلمونات بالهبل يعني مش بدي اقول لك سهرت الليالي وانا اشتغل يعني هاي الموهبة لم تأتي مجانا اكيد لم تأتي مجانا بس البعض الكثير من البعض بيقول لك ايش يعني عمل شو خرم شلمونة خزقها وزمر فيها شو هو صنع الذرة يعني ليش هو المخترع بس اللي اخترع الذرة ما في ضوء ما في مروحة، ما في تليفون، ما في إبرة، ما في طيارة، ما في علاج، هذا كله مش اختراعات. أنا بدي أحكي لك شغلة يا أستاذ حسن. تفضل حبيبي. طبعاً إحنا مدركين الحرقة هاي، وخاصة لما تخرج من إنسان موهوب. وللأسف في إشكالية في تسليط الأضواء على الموهوبين في عالمنا. خلينا نقول عالمنا العربي، الناس أصحاب القرار. أصحاب القرار اللي في عندهم مشكلة في تسليط الأضواء على الموهوبين هذه حقيقة لكن الحقيقة الأكبر يا ويلهم من الله بس بحكي لك يعني. صحيح بس أحكي لك شيء الحقيقة الأكبر إنه الموهبة والنجاح تفرض نفسها أستاذ حسن حقيقة. أنت لما وقفت أمام اللجنة البريطانية يا سلام ماشي
يعني انت حسيت اخذت حقك شوي؟ حسيت اني انا انسان لي قيمه. حسيت انه انا انسان لي كيان. كل هالامه هاي بتتفرج، وخاصه شوف البريطانيين والاجانب بشوف بصوره عامه مش سهلين. نعم ابدا. خاصه البريطان. نعم. الانجليز ابدا ابدا بيعتبروا هم اسياد العالم الى هاي اللحظه. بيعتبروا نفسهم احنا اسياد العالم بغض النظر. اسمها بريطانيا العظمى لحد الان. تعرف ليش عظمى؟ لان عندهم الانسان عظيم. الانسان جدا عظيم. ما بقول لك هم انبياء او 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 لا، بس انا بحكي لك وانتم اكيد مجربين الغربه وعارفين عن ايش انا عم بحكي. طب استاذ حسن، انت اليوم بدنا نعرف حسن منياوي كله بكل تفاصيله. ماشي، عم بحكي لك. انا اللي بعرف، انا اللي شفته قراته سمعته انه حسن منياوي استاذ موسيقى، والان حكيت لنا انه انت بدات في العراق، والعراق معروف بالعراق، عراق يعني نغم الحجاز. العراق لها طربها الخاص. العراق كل شيء. طيب كم انا سمعت بتحكي كانك بتعزف 8 5 6 مش متاكد الات موسيقيه. بعزف 16 آلة. ما شاء الله 16 آلة موسيقية. طيب يعني انت اوركسترا لحالك. يعني كم يعني اعطيني اكثر آلة موسيقية عزفت فيها بحياتك. الناي والكمان ما بقدر اعد لك. يعني الآلات الموسيقية زي اولادي. عارف عندك شيء الان موجود. طب سمعنا شيء. ببلش لك، تحب تسمع الناي؟ لأن سمعنا الناي. نعم. إيش حتسمعنا عن الناي؟ اللي بيجي معي ما بعرف. يلا سمعنا. الله 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 يعني أنشدتنا ويعني دغدغت مشاعرنا زي ما بيحكوا. يعني رجعتنا لحفلات بلادنا وسهرات بلادنا. الله الله. طبعا أول آلة عزفتها إيش هي أستاذ حسن؟ أول آلة عزفت عليها هي المجوز. أوه تعرفوا المجوز؟ طبعا. يعني كانت آلة، هي مسموها قبل المجوز، هي اسمها مجوز عشان تحتوي على قصبتين. مين؟ نعم. أنا عملت أول مرة تعلمت على قصبة واحدة. أيوة. تعرف وإحنا صغار كانوا يبيعوا القصبات هذول، يبيعون زرفين أو ثلاثة. صح. ويبيعون. أنا كنت مخبي مصروفي، يعني أنا هيك مخبي مصروفي ما بعرف لإيش. يعني من وأنا صغير تعلمت هاي الشغلة. خبي قرشك الأسود الأبيض ليومك الأسود. نعم. كنت أسمع جدتي الله يرحمها كانت تحكي هذا المثل. الله يرحمها. فتعيش. فأنا سألتها شو يعني هذا المثل؟ قالت لي يا جدي هذا بيكون عندك فلوس ما بدك إياهم بتخبيهم.
بمر عليك يوم إلا تحتاجهم فيه. بدك تشتري شغلة ما حد يعرف فيها سر بينك وبين حالك، بدك تشتريها بتروح بتطلع المخبي وبتشتري فيه، ولت براسي وخبيت. يوم من الأيام بيجي ببيع بالحارة، ببيع شعر بنات بالحارة، ومعامل زم هذا بيعنا، قلت له قديش هاي تبيعني اياها، المهم معك مصاري، قلت له روح جيب مصاري، روح جيبت مصاري اعطيته اشتريتها وخبيتها. صرت اطلع، كان الطابق احنا بيتنا الطابق الثالث، اطلع على السطح ابارتمنت يعني عماره شقق سكنيه، اطلع على السطح اعزف لوحدي، اتعلم شوي 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 لوحدي لحد ما طلعت النغمه. كيف كنت اشوف العازفين اقلدهم واجي عندي بالبيت اتدرب، ما كان لا في يوتيوب ولا تلفزيون ولا يعني لحالك تعلمت يعني سيلف ادوكيت. اسرق واطلع يعني اسرق 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 الانظار، احفظ واروح على البيت ثاني يوم. شوف تخيل الحفله تكون بالليل، انا انام واحلم باللي شفته، ثاني يوم الصبح اروح احققه، ما يروح الحلم، ثاني يوم اروح احققه. فهيك شوي 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 صرت أعزف على الآلات الموسيقية. درست معهد فنون جميلة 5 سنوات موسيقى، وبعدين كملت بكالوريوس في الأردن، وبعدين خلصت ماجستير في الأردن، وأنا بفتخر إنه أنا الطالب أو أول طالب في الجامعة الأردنية بيحصل على ماجستير تربية علوم موسيقية، أنا الوحيد. وين حصلت؟ وين درست الماجستير؟ مش الوحيد، الأول، أول على، وحطوا اسمي موجود في الجامعة الأردنية، أول الحاصلين على ماجستير تربية موسيقية في الجامعة الأردنية 2012. ما شاء الله. طب خليني أقرأ بعض الجمهور المستمعين عم بكتبوا. خولة طه بتقول لك مواهب ومواهب يعني أنت مواهب أس 10 يعني ما شاء الله عليك. الله يخليك يا ستي. جهاد سؤاله مبطن، بقول لك أنا من المعجبين جدا بموهبة الأخ حسن، موهبة رائعة، ولكن كمل بقول لك يتكلم بحرقة عن ظلم الفن ببلدنا. بدك تعلق على هاي؟ شو بدي أحكي لك يعني؟ التنهيدة هاي بتكفي تعليق يا أستاذ حسن. أنا شعاري بالحياة أبات مظلوم ولا أبات ظالم، معلش. نعم. بيجي يوم مدام أنا بقول يا رب صحيح، راح يسمع الكريم الكبير اللي خلق البشرية هاي كلها، خلق المسؤول وخلق الملك وخلق الجندي وخلق خلق البشرية كلها، خلق الحيوانات، إلا يوم من الأيام راح يسمعني. وكل تأخير فيها خيري، بشكر ربنا الحمد لله. أستاذ حسن، نعم. ربنا بيحوش لك إياهم علشان تأخذهم وتفرح فيهم. قربة قربة قربة. نعم بالله والنعم نعم. بالله. باي ذا وي بتعزف على القربة؟ طبعاً. اوه لازم تسمعنا اذا عندك قربه موجوده. هي والله اليوم طلعت هاي موجوده. يلا طيب. في بلال المومني بقول لك الله يمسيك بالخير واهلا وسهلا بالاخ حسن، ما شاء الله موهبه رائعه ونادره. سؤالي للاخ حسن، كيف كانت البدايه وشو اللي خلاه يفكر بالشلمونيك اداة موسيقيه، وهل هناك قصه وراء ذلك؟ نعم في قصه، وانا يلا مره انا حكيتها باكثر من مره وللاسف انها فهمت غلط. نعم. أنا بدرس موسيقى في مدرسة اسمها البيان في مرج الحمام، بوجه لهم تحية، مدرسة كثير بعتز فيها، ودرست فيها تقريباً 14 سنة. فخلال تدريسي في، أنا حكيت للأطفال يا الإدارة طلبوا مني إني أعمل شيء مختلف عن كل السنين، بدنا شيء مختلف. قلت لهم أنا بدي أعمل الآلات من حولنا. كيف يعني؟ يعني بدنا نعمل من علب البيبسي الفاضية آلات موسيقية، بدنا نعمل من علبة الحليب النيدو نعمل آلة موسيقية، آلة إيقاعية، بدنا نعمل من عصاية الممسحة آلة إيقاعية موسيقية، بدنا نعمل من شاي الليبتون العلبة نحط لها وتر نعمل آلة موسيقية زي الجيتار. ما خطر في بالي أعمل آلة شلموني، ما خطر. في حكيت للأولاد جيبوا الآلات من البيت، جيبوا شو عندكم آلات من البيت وخلينا نعزف عليها وأعلمكم عليها ونعمل نصنع آلات. جابوا كلهم، في واحد منهم ما جاب، مش إنه فقير يعني، لا، الناس فكروا إنه فقير
وطفل فقير ما عندوش. لا لا، مش فقير الطفل هذا، مش فقير، وعائلته طيبة جدا وكريمة ومحترمة، ما عنده آلة، فبيبكي، كان بيبكي وبيشرب عصير بنفس الوقت. أنا شفت المنظر والطلاب كانوا يضربوه، اطلع انت مش معنا، انت ما جبتش آلة، لا تخرب لنا، اطلع اطلع، يضربوه. أنا مسكت الطفل بيبكي، قلت ليش تبكي؟ قال طردوني من الصف عشان ما جايب آلة موسيقية. قلت لهم ليش؟ انت المايسترو، المايسترو ما بيحمل آلة موسيقية، انت بدك تعطيه إشارة، تعال حبيبي تعال. أنا ما خطر في بالي الشلموني نهائيا، بس خطر في بالي منظره هو عامل بيشرب عصير. يعني بتعرف التدريبات هاي كانت بالفصحى، نص ساعة أستغلها أنا، فبيشرب عصير زي هيك. أنا خطر في بالي آلة الساكسفون، قلت طب ليش ما نجرب؟ قلت له حبيبي ما تبكي، أنا راح أسوي لك آلة موسيقية، ما باي ما ت... وراحت الفكرة. بعد ما خلصت بقول لي أستاذ هلا أنا هاي الشلموني ما كبيتها بعدها بيدي. قلت لي بدك تعمل، قلت لي بدك تعمل لي آلة موسيقية فيها، شو بدك تعمل فيها أستاذ؟ قلت له نسيت نسيت، حسيت حالي تورطت. أنا بدي أسكته، أنا بدي أسكت الولد، ما بدي لا أعمل له شلموني ولا في بالي أصلا. أخذت الشلموني منه قلت هات حبيبي أعطيني إياها. طبعا عزفت فيها بطريقتي، نفس نفخت فيها طلع صوت. قلت لو خرمته أنا زي الناي ممكن يطلع صوت، خلينا أجرب. خرمته وطلع صوت، وعلمت الولد ضل تصبه هالقهوة، لأن أسهل أغنية ممكن تعزفها بثلاث نغمات، يعني ثلاث فتحات ما بدها فتحات كثيرة، وعزفها الولد قدام الناس وكانت يعني كثير حلوة الفقرة، وظلت الفكرة براسي إلى يوم من الأيام. فطلع على البرنامج المواهب العربية، في واحد أردني بنى بيت، بنى غرفة، قالوا هدها بدقيقتين، هدها بناها بدقيقتين وهدها بدقيقتين، إنه هذا هاي موهبة أردنية. أنا طلعت هيك قلت يا الله شو هذا، هيك الأردني هيك أخذ الناس فكرة عنا، والله غير أروح بالشلموني. فعلا صورت فيديو، فات على الإيميل، بعثت لهم الفيديو لأرب قد تالند الفيديو، روح ما معي خبر، ببعثوا لي إيميل بيقولوا لي في مقابلة للجنة راح تكون بالتاريخ الفلاني، روح قدم هناك إن شاء الله بتمشي أمورك. رحت قدمت، انبهروا ويلا على لبنان، وصار اللي صار. وصلت للنهائيات في عرب جوت تالنت. وصلت للنهائيات في عرب جوت تالنت، لكن التصويت ما خدمني، لأنه زي ما حكيت لك مش مخترع الذرة. لو مخترع الذرة في بصير تصويت لإلي وباخذ الجائزة، بس للأسف. معنا نادية، أهلا وسهلا فيك يا نادية. أهلا وسهلا يا نادية. نادية معلق الصورة. السلام عليكم. عليكم السلام. سامعيني؟ سامعينك. سامعيني كويس. تعرفي حسن يا نادية؟ طيب حسن، نادية شكله عندها فريز، فإذا سمعانا يا نادية ارجعي اطلعي وادخلي. حسن، نسمع إشي من هذه الشلموني، يعني في ناس يمكن ما شافوك، أو أنا متوقع أنه كل الوطن العربي شافك، وهلا إن شاء الله كل الأجانب عم بيشوفوك، بس بدنا نسمع إشي لكنار تي في. للكنار هاي. الله، انت لعبت كمان موسيقى اجنبيه، تايتانيك اي ثينك، في اعطينا نص جزء منها. تايتانيك بشلموني ثانيه. تختلف الشل طبعا، تفصيل ثاني وشلموني ثاني ووضع ثاني، عرفت؟ واو واو، هاي شوف لون ثاني بيختلف كمان. طيب يعني على اي اساس قسمتهم استاذ حسن؟ موسيقى شرقية وغربية؟
بالضبط. يعني على اي اساس؟ انا شفت الفرق وشفتك حاط شلمونه واحده منها جاي طويله وبعدين واحده في تنتين وفي شيء جاي طويله. هذا يعني كانك كنت بتقسم يعني الاوتار، كانك قسمت فتحات مع اوتار. بالضبط. عملت خلطه انا. عملت خلطه، فانا بشرح لكم عليها كمان شوي. اهلا. نعم. هذا نادية. اهلا يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا نادية. هلا. الحمد لله. اهلا وسهلا، شرفتينا في المقهى. هلا بيك. انا تاخرت لاني كنت عم بجيب اغراض السوشي دكتور. يا صحه وعافيه. صحه وعافيه. ان شاء الله استاذ حسن بيجي يزورنا وبنعمل له سوشي. اكيد. اهلا وسهلا. ومنسى تشرفت. رجع كندا، لي اخت بكندا، كنت بدي اجي وصارت الكورونا ما زبطت. لا ان شاء الله. لك اخوان هلا. اهلا وسهلا. كان بدي يسمعنا التايتانيك بالشلمونه بالمصاصه. يا سلام. يلا احنا معك. يلا. الله يا عيني. أبدعت. جزء بسيط يعني. طب ممكن نشوف الشلمونة بس نشوف شو كيف تخزئها. شوف أنا بعناش في الموسيقى بس يعني بس شوف. أيوة. أوكي. وهاي اللي الثانية تختلف. شوف في واحد أكبر من الثاني، فتحة أكبر من فتحة. لا قياسات أنا يعني أنا عاملها علشان يطلع التون اللي أنا. طب انا بدي اسال سؤال استاذ حسن. تفضل. ما بدي افتح مواجع بس يعني السؤال بيطرح نفسه، يعني انا بحاول ابعدك عن المواجع. ماشي. تفضل. لانه فعلا احنا ما بدنا نفتح مواجع، بس انا بدي افهم يعني ما حدا من مصانع الموسيقى يعني حاول يكلمك علشان نطور هالموهبه هاي لتصير اداه ويستخدمها الناس، يستخدمها يعني القصة الملهمة اللي انت حكيت عنها. بالمناسبة انا حاب اعرف شو اسم الولد اللي ألهمك لهذا. اسمه محمد. محمد. نعم. يعني هذا انا بعتبر هذا الهام، وهذا الهام جاءك وانت ابدعت ابداع، وهذا الابداع زي ما حكينا الناس بتمر عليه مرور الكرام، انت فكرت فيه من واقع يعني حسك الموسيقي وعملت هاي المقاربة بشكل فظيع. طب ما أحد تواصل معك اللي يعمل من هذا الشيء، يعمل من هذا الشيء أداة يستفيد منها الـ يعني يستفيد منها مش بس الأطفال، بيستفيد منها الأب مع ابنه في البيت، بيستفيد منها المدرسة بكثير من جوانبها. يعني على الأقل أنا يعني إحنا بنشوف أشياء بتتعلق أحياناً بتستغرب بتحكي يعني وين الفن في الموضوع، بس الآن أنت يعني عملت من شيء هو بالكثير كنا بنقدر نطلع منه نفس، بالكثير عملت منه صوت يعني يحاكي أصوات الـ الأدوات الموسيقية بشكل فظيع. ما حد تواصل معك من الجهات اللي بتصنع؟ للأسف. زي برجع بقول لك مش سيارة بتمشي على المية. لو سيارة بتمشي على المية بتلاقيهم طابور واقفين. بس للأسف عندي الآن أنا عندي 5 أفكار للشلمونة. 5 أفكار. منها علاجية. هاي الشلمونة بتعبيها دواء للأطفال اللي ما بيشربوا الدواء.
قول له وحط عليها سكر، قول له ما بتشتغل الا لا تمصها، بمصها ببلعها، شرب الدواء عن طريق الشلو، بعدين خلص اعزف يلا. عرفت يعني بتاع كله هذه، هاي فكره لاصحاب الاموال اللي راح اللي ربنا راح يحاسبهم عليها. انا ما بدي شيء من هالدنيا، لا بدي سياره، ولا بدي بيت، ولا بدي قصر. انا بدي انشر هاي الشلمونه، بدي اوديها لاطفال السودان يعزفوا عليها. ليش؟ لان الطفل انت لما تعطيه بلاي ستيشن تقول له تعال العب على البلاي ستيشن، ولا يمسك عود يعزف عليه، اكيد عود. الام تترك ابنها بالبيت على الكمبيوتر وهي رايحه تجيب اغراض من السوق، يا وتفكر 24 ساعه ابني وين راح، شو بسوي، وين دخل، على اي موقع دخل، يا بي ابني بسرعه بتجيب اغراضها بتروح. لو ابنها تركته في البيت بيعزف عود ولا بتفكر شو بيعمل، لا دخل على مواقع ولا عمل ولا ولا ولا، بتروح هي مطمئنه لانه بايدي امينه. فانا الشلمونه هدف منها انه الطفل يحب الموسيقى، ما يحب الموسيقى عن طريق عازف جيتار خطير تلاقيه اصابعه تلعب هيك هيك، الولد راح يخاف، بس لما يشوف بلط صبوها القهوة بشلموني راح يحب الموسيقى، يتعلق في الموسيقى، ويصير إنسان ثاني، كل حياة راح تختلف. وهاي الآباء والآباء بيشعروا بكلامي وراح يفهموا شو بحكي أنا. بنرحب بنرحب بالدكتور هشام والأستاذ إكرام معنا كمان الضيوف اليوم على الحلقة، أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا نورين. احنا هذه المقهى معناها ما فيش سؤال وجواب وهيك، فكل واحد بيقدر يحكي. انا بدي احكي بعرف، تفضلي نادية. يسعد مساء الجميع واهلا وسهلا فيكم. استاذ حسن انا يعني متاكده انه اكيد ما حدا من الناس الكبار اللي انت عم تحكي عنهم حيدعمك، لانه برأيي إنه هاي كوستها جدا بسيط وهن مش هيدا اللي بدهم إياه، يعني أنت عارف شو الموضوع. بس أنا هذا رأيي ومتأكد منه. يعمل فلوس أكثر من مصنع السيارات والله العظيم. ما بعرف، كل واحد له وجهة نظر. ما بدهم. بس يعني بس أنا برأيي كمان إنه يعني في كتير وسائل تانية إنه نحبب الأولاد بالموسيقى، بس هاي مش في الكالتشر تبعنا إحنا اللي عشنا وتربينا فيه. فهمت علي؟ هاي البوينت بس اللي بدي أوصلها. إحنا هلأ جينا على بلاد مثلاً، أنا عندي جيلين من الأولاد الكبار ولا واحد قدرت إنه أعلمه موسيقى لصعوبات كتير كبيرة وكلها مادية. يا أختي العزيزة، هذا كالتشرنا اللي كان؟ هذا كلتشرنا التليفون؟ هاي لها هذا ستريم كبير. لا لا، هاي أكبر من، أنا بتوقع يعني أنا بحكي رأيي، بس بقصد إنه كمان يعني بس إجينا على هالبلاد قدرنا، حتى هي هون مفروضة علينا من المدارس إنه أولادنا يتعلموا الموسيقى يعني، بس هذا وجهة نظري يعني. ودمتم تمام. إكرام تفضل. إكرام تفضلي. السلام عليكم، سامعيني؟ سامعينك تمام. اول شيء برحب بالضيف الاستاذ حسن، اهلا وسهلا فيك في مضارب تلفزيون كنار، وفي ضيف خفيف لطيف على المجتمع العربي. صحيح انا سعدت جدا، يعني مش عارف شو بدي اوصف لك فرحتي باستضافتك. وانا وزوجي الدكتور بلال، وجه لك سؤال قبل شويه على اللايف، جدا معجبين بما تفعل يعني، وإيش فيك حب يعني حب الجماهير، هذا اللي زينا البساط، الناس اللي مش كتير يعني. أنا بالنسبة لي ما عمري اللي ما حمش مصاري. إكرام معيش إكرام مصاري. اللي ما حمش مصاري والله أنا من لما طلعت على أستاذ حسن، من لما طلعت على عرب جوت تالنت كنت معجبة جدا بموهبتك يعني، وانبسطت جدا اليوم لما سمعت إنه حضرتك رح تكون ضيف معنا. بدي أسألك، أنت موجود بكندا؟ أنا والله بأمريكا، بلوس أنجلوس بأمريكا. طب إن شاء الله أنت مدعو عندي، إن شاء الله أنا والدكتور بلال زوجي بندعوك على دعوة. زوجي ابني الكبير من المهتمين بالموسيقى وعم بيعلم نفسه يعني من هو صغير، إحنا كنا نشركه بدورات، لكن هلأ هو عم بيعلم نفسه في إنسترومنت اسمها يوكوليلي كأنها.
فهو عنده اهتمامات بالموسيقى، فأنا برحب فيك إن شاء الله تزورنا هيك يوم. جمال راحت علينا يا جمال. لا لا احنا بالمعية. راحت علينا يا احنا بالمعية. بس والله ما لنا إلا السوشي. نحن جدا فخورين فخورين بموهبتك أستاذ حسن، يعني حتى لو أنت شوي في ممكن في إحباطات في تحديات، لكن إن شاء الله موهبتك يعني فريدة من نوعها، وإن شاء الله أنك توصل لكل بيت، مش بس بيت عربي، لكل بيت على هذه البسيطة زي ما بيقولوا. يعني أهلا وسهلا فيك، الصراحة أمتعتنا، وأنا لما بسمع عزفك على فكرة بالرغم على الشلمونة جدا بستمتع. يعني أنصح بفتح على اليوتيوب معظم فيديوهاتك على اليوتيوب وبريتين جود تالنت، أنا وزوجي بنقعد نسمعها ونسمعها لأولادنا، وفخورين جدا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. أنا بدي بس أحكي لك شغلة، ودكتورة ربا بتحكي لك إنه لازم يكون في تسجيل لهذا الاجتماع، يعني يكون في باتنت له تسجله، وبعرفش أنت هل عملت هذا الكلام ولا ما عملتوش. خلينا ضحكك شوي. يلا ضحك الموجودين. روحت على وزارة الصناعة والتجارة في الأردن عشان أعمل براءة اختراع. تمام؟ نعم. رفضوها. ليش رفضوها؟ لأنه أنا شاركت فيها بأرب جت تالنت وصارت حق عام للجميع. رفض. تمام؟ يعني في يعني في قانون، في قانون هيك بيحكي؟ في قانون بيحكي هيك. تمام؟ وإحنا مفروض إحنا ندرس القانون في المدارس والجامعات عشان ما نتفاجأ بالمستقبل، زي ما بدرسونا العلوم العسكرية والجغرافيا، لازم يدرسون القوانين عشان نعرف الواحد الله وين حاطه. عرفت؟ معلش أعلق شغلي هون. أنا درست قانون حقوق الطبع العالمي والتبع كندا وتبع أمريكا. ما أعتقدش أن الكلام هذا صحيح، لأنه حتى لو كانت فكرتك هذا بحكي بالأردن دكتور. أنا عارف، ما هي الأردن مبنية على قانون اسمه الوايبو. الوايبو اللي هو القانون العالمي مبنية على أنا عارف، ما أنا بعرف، أنا اللي بقول لك إياه إنه قالوا لك إياه الكلام هذا غير صحيح أساساً. حتى لو فكرتك كانت فيربل، حتى لو بالعكس أساساً لما أنت تحط فكرتك برا والناس تشوفها وتشوف إنك أول واحد عملت هذا، بالنسبة هذا يعتبر في القانون في الدولة في الوايبو دليل على إنك أول واحد حطيت هاي الفكرة برا، وهذا برجع لإلك إنك تسجله. لا أنا خليني أكمل، ما كملت أنا. كمل تفضل. اوكي قلت لهم شكرا لكم ومع السلامه، جيت الموضوع جيت على امريكا قدمت على براءة الاختراع واخذتها. اوكي الحمد لله بالضبط اخذت براءة. مبارك. يعني نعم انا يعني الموضوع طلع في شنك. انا الشرف انه اسمي يدخل في كتاب المخترعين الامريكيين. الشرف واحنا الا الشرف، واحنا الا الشرف فيك استاذ حسن. اعطوني اوورد ومش سهله، مش سهله اني اخذها. عبت لاخذتها، لبرهنت اني انا عامل في اخذت البراءة الاختراع والحمد لله موجوده عندي بال 2017. لو انا ضحكك على السبب اللي الاردن رفضوه امريكا قبلوه. السبب اللي رفضت الشلمونه بالاردن كان هو نفس السبب اللي قبلوها بأمريكا. قالوا لي حكوا لي انت وين استعملتها علشان نعطيك براءة الاختراع؟ قلت لهم في أرب جت تالنت. وهذا 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 فعلا اللي حكاه هشام. يعني انا بس بعثت لهم اللينك الحلقه بالضبط. ثاني يوم طلع القرار ابروفد. شكرا لك، برافو. بس 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 عفوا للجميع اللي ما بده يحكي يعمل ميوت، لانه عم بيطلع تشويش على بعض، مش عارف من ايش ما بعرف من وين، بس anyway اللي ما بيحكي اللي بده يفتح السماعه بنعرف انه هو حيحكي. دكتور اذا عندك اللينك خلينا نسترجع الموهبه امام الجماهير. الاستاذ حسن اعتقد موجود على اليوتيوب، انا شفته قبل كم سنه. موجود طبعا. لا بس انا اللي حاحكي للاستاذ حسن انه الشغله اللي بتضحك هلا
انك لما تاخذ براءة اختراع في امريكا تروح تسجلها بالاردن يعني براءة الاختراع شو. ما بدي أنا... اطلعي وارجعي وادخلي نادية. اوكي تمام انا الكل سامعني ما هيك؟ اي سامعينك. سامعينك. فبقول لك لو هلا رفضوا براءة الاختراع لما انت تيجي تسجلها بالاردن، بس هلا عشانك مسجلها بامريكا، لما ترجع تسجلها بالاردن على اساس انها براءة اختراع امريكية بدك تعملها برانشينج، ولا حيقدر يقولوا لك ولا كلمة. لا والله يمكن يقولوا لي لا 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 لا، لانك حتيجي بانك براءة اختراع امريكية بدك تيجي تعملها كانها بزنس او تعملها برانشينج، ما حيقدر يحكوا لك. اسمها انترناشونال باتنت. بالضبط. مظبوط. الاردن داخل بالاتفاقيه. اذا انت باخذها انترناشونال، اذا باخذها انترناشونال باتنت غير لما تاخذها لوكال. بس لليونايتد ستيت وبتكلف 15 بتكلف 15000 دولار علشان اعملها انترناشونال احميها بكل العالم. بالضبط. في الاردن بتكلف 20000 دولار اذا بتعملها انترناشونال. لا بس لما يسجلها الاردن داخل بالاتفاقيه الدوليه، ما انا كنت من الناس لازم يكون لازم تكون مسجله انترناشونال. هشام بالضبط ما اعرف، ما هي اللي بقول له اياه لو سجلها. بس هو مش مسجلها انترناشونال، هو مسجلها يو اس اي. اوكي انا فكرت مسجلها انترناشونال، بس بقول له لو سجلها انترناشونال يعني اللي رفضوها بالاردن راح تكون موجوده عندهم، يعني ما فيش بيز للقرار. لو القانون بيقول ما فيك تسجلها لانها صارت اساسا الببليك دومين، قصته ثانيه تماما، ملوش علاقه باللي حكوا لك اياه في الاردن. كل هذا الكلام تخبيص. الببليك دومين شيء ثاني. القانون بيحكي انه بعد سنه و12 شهر على عرضي لعرب قتلن بعد بتخلص. لما كان معي ثمان شهور من بعد البرنامج بقدر اعمل له براءه اختراع، لكن بعد الثمان شهور ما بقدر اعمل له براءه اختراع. تمام. نعم. وبعتوني على المحكمه، بعتوني على المحكمه احلف يمين عند القاضي انه ما شفتها من عند حدا ولا سرقتها من حدا، هذا من ضمن براءه الاختراع. عرفت؟ بس المهم الان سجلت والقانون طلع لصالحك الحمد لله. والحمد لله واتس بتر اوف تايم، وبعديها ان شاء الله تتسجل عالميا إن شاء وانا الله. يعني احنا خليني احكي لك شغله استاذ حسن. نعم. وان شاء الله نتذكرها سوا يا اخي. ما بعرف هالقناه يعني ربنا فاتحها عليها. نعم. وجهها خير. اها شايف. فيعني انا هيك متفائل انه بعديها كثير من الاشياء ان شاء الله حتدوب، لانكم طيبين وحنعزف سوا على الشلمونه. لانكم طيبين والله. الله يخليك. الله يحفظك ويخليك. الله يحفظك. حسن تفضل. في اخونا سامر من مانيتوبا بطلب منك موطني، تقدر تعزفها على الشلمونه؟ على الشلمونه ما بقدر اعزفها كلها. اوكي لو جزء بسيط لازم افصل شلموني خاصة للموطن. عرفت؟ يعني طب بلغة الموسيقى أستاذ حسن. نعم. بلغة الموسيقى لما بتحكي لنا أنت لازم تفصل شلموني، شو بتكون أنت بدك تضيف على الشلموني عشان تقدر تعزف موطني؟ بالضبط. يعني احكي حتى لو مش فاهمين بس احكي لنا. مش مشكلة. لا احتفهموا. أوكي. هاي مثلا الشلموني، شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هاي 9 ثقوب. اوكي هذه 1 2 3 4 5 6 7، هاي 7. اوكي في الثانيه هاي 5 مثلا، او هاي 8، هاي هذه 6. اوكي تمام. وهذه مثلا 6. اوكي تمام. وهاي مثلا 7. كل واحدة لها شغل معين. عرفت؟ طيب علشان انا اعمل، احنا عندنا بالموسيقى عندنا 7 نغمات، السلم الموسيقى 7 نغمات. نعم. 7 نغمات بدهم 7 فتحات. اوكي تمام. حلو. لما تزيد الأغنية عن السلم، عن السبع نغمات، يعني موطني بدها اكثر من 7 نغمات. اوكي بدها 11 رغمه. اوكي وانا لازم اخزق 11 خزق.
اوكي. وانا عندي 10 اصابع. طيب بالناي، بالناي بالناي بينفع طبعا. طيب ليش ليش في الناي على على 6 6 ولا 8 في الناي فتحات؟ الناي آلي يعني آلي موسيقية واسعة موسعة، عرفت فيها أوكي. نفخات هذا سلموني. الناي فيه له 4 نفخات إذا بتسمع، أنا بوجيكم إياها مثلا. أوكي. 4 أوكي. هذه الشلموني نفخة واحدة. آها. لا بتطلع فوق ولا بتنزل تحت، عرفت؟ فأنت بتراوح ما بين الشلمونات عشان تقدر تطلع أنغام. بالضبط. أنا بعزف له، بعزف له موطني على الكمان إذا بحب. أوكي. أوكي. يلا. طبعاً أنا حبيت أسلم على الدكتور رائد أمير. أهلا وسهلا فيه دكتور رائد، من أحد المقدمين برامج في دبي تي في، بشرفنا وأهلا وسهلا، دائما هو من متابعين القناة وصديق عزيز متشرف فيه. أهلا وسهلا فيك دكتور رائد. أهلا وسهلا أستاذ رائد. هلا والله دكتور. سامعينها؟ أوكي سامعين. اخي هذه الموطني عجيبه، هذه ملحمه موطني وليست اغنيه موطني او موسيقى موطني، هاي ملحمه موطني. ملحمه لا تموت. الله يرحم، الله يرحم ابراهيم طوقان. ملحمه. ااا أه عارف مين اللي لحنها استاذ حسن؟ اكيد فليفل. الاخوين فليفل صح، الاخوين فليفل صح. الاخوين فليفل والله. دكتور هشام معلوماتك الموسيقيه كويسه. مش بس الموسيقية، مش بس الموسيقية دكتور جمال. أيوة. هشام، هشام إنسايكلوبيديا. لا مش إنسايكلوبيديا، مش إنسايكلوبيديا يعني، مش هيك. بس أنا عندي شهادة بالموسيقى برضو، أنا درست باليرموك. آه. يا سلام. يعطيك العافية. درست على الفايولين كمان. يا سلام. لا بس أنا مصر إنه إنسايكلوبيديا. أنا عارف وقاعد وحاكين يعني، ما شاء الله عليه هشام. نتشرف. هذا من ذوقك أستاذ محمد. حبيبي هشام. نعم. أصبح أصبح مرحبا رفيق. لو سهل. آه يرموك. إذا في حدا تاني خرج. أنا كمان يرموك يا سيدي، أنا كمان يرموك. أنا درست محاضرات في اليرموك، أعطيت طلاب. معناته ما فيش غير الدكتور جمال اللي بينا، اللي بينا شو اسمه. أنا شو؟ يرموكي. شو شو؟ أنا. بدنا على يرموكي أقسمنا اليمين. أقسمنا اليمين. أنا لا أقول لك وين أقسمناه، عند يا رب 50 هاي اللي كان هذا التمثال كنا نقول له يا رب 50. يا رب كعكي كعكي. أنا للعلم، للعلم إني سجلت في اليرموك ورحت حضرت محاضرة وبعدين سافرت فما كملت، يعني أنا جزء من اليرموك. إحنا يعني إحنا يعني دكتور جمال خان، دكتور دكتور جمال خان 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 الجروب تبعنا. خان خاننا يعني هيك. لما حكيت انت على موضوع كيف بتوزع الشلمونه وتوزع الفتحات عليها، نعم، انا شايف انه هذا اسلوب مبدع لتعليم الاطفال النغمات، كيف النغم من وين اجى وشو هو النغم، بدل ما يكون هو معقد. يعني انا جيلي تفضل تفضل، إنه تخلي الولد يحب الموسيقى هذا هو أهم شيء في العالم. نعم. مدخل إلى الموسيقى هذا سر. الولد يتعلق بالموسيقى
شوف كل اللي بيعزفوا موسيقى، كل اللي بيعزفوا أذكى أذكياء العالم بيعزفوا موسيقى. الموسيقى ما بيعزفها واحد غبي، سوري بهالتعبير، الموسيقى بيعزفها واحد ذكي، لأنها هذه صنع، هذه الموسيقى خلقت من أذكياء. نعم. فقط. فاللي ابنه بتعلم موسيقى يحمد الله ويبوس إيده ليل نهار ويقول شكرا يا رب إنه ابني بلتهي بشغل أمينة. أأمن شيء بالدنيا هي الموسيقى، أأمن شيء. هذا بس يتعلمها من مصادر منيحة مش من اللي بنسمعه هالأيام. أكيد أكيد. مهندس سمير مساء الخير. يا هلا يا مساء الفل. سمعني؟ سمعينك، أهلا وسهلا فيك. الله يحفظك. مساء الخير. مساء الورد. يا هلا. أنا معكم تابعكم من الأول، حياكم الله. تفضل. اهلا وسهلا فيك استاذ سمير. تفضل استاذ سمير، بدك تسال شيء؟ يا انا متابع الاخ حسن ومبسوط كثير على نسميه الشلمونه. الله يخليك. لانه الشلمونه من الحاجات اللي بنعرفها من ايام ما كنا في مصر. نعم. فلذلك يعني هو عنده موهبه ما شاء الله، وعانى على ما وصل او عانى على ما نعرف. والحمد لله رب العالمين. وأعتقد وجوده على الشاشة عندكم الآن هيكون موجود أمام جمهور أكبر. يعني أنا مثلا ما كنتش بعرفه قبل، ما شفته عندكم الآن، وأكيد في غيري كتير. ولذلك أنا اهتميت في أنه أعمل نشر للحلقة على الصفحات اللي أنا بكتب فيها بحيث ينتشر أكثر ويكون معروف، وإن شاء الله يكون في لقاءات أخرى، ليش لا؟ أنا حبيت أشارك وأشكرك إنك عزفت موطني على الكمع. تسلم تسلم أخ سمير. بالمناسبة إنه 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 أنا هلأ يعني إذا بدي أكمل بالمراحل المتقدمة في هذا المهرجان، في هذا المسابقة، لازم المشاهدة عندي يكون عالي جدا. فأنا ما راح أترجى الناس اعملوا لي شير أرجوكم. لا لا، أنت تستاهل أخي الفاضل. أنا هدفي عندي هالرسالة بدي أوصلها. أوكي، أنت عندك موهبة وتستاهل إنه الناس تشوفها. هذا اللي بدي أوصله. الناس إذا شافتها وطلعت المشاهدات عندي عالية، البريطانيين راح يحكوا معي ويقولوا لي تعال بدنا إياك إجباري. نعم. عرفت؟ ما راح يقعدوا يناقشوني أيام ويغلبوني ويطلعوا روحي، لا. شوفوا عدد المشاهدة راح يسهلوها علي. طيب في جزئيه صغيره. تفضل. انه الباب اللي بتربيه بالطين ان ما لزقش بيعلم، هذا مثل مزبوط. انت لازم تضلك تقرع الطبل لغايه ما الباب يفتح. انا ما بيأسش. المعاناه بتعطيني قوه يا اخي صديقي، والله الله يكرمك. كل ما زادت انا كل ما زادت المعاناه، كل ما زادت المعاناه، كل ما انا قويت اكثر، كل ما زادت قوتي. أقول أستاذ حسن، إحنا يعني بدنا نتكلم من خلال هذه النافذة. نعم. ونحكي للجميع إنه اليوم في موهبة واضحة. إحنا لما نتكلم يعني بصراحة كان بإمكان أستاذ حسن يطلع بالناي. بالضبط. وكان بإمكانه يعزف أحلى المعزوفات بالناي. نعم. أو يطلع على البيانو ويعمل أحسن معزوفات في البيانو، أو يجمع 16 آلة اللي بيعزف عليهم يحطهم كلهم جنب بعض يعزف كل شوي على آلة منهم نغم. نعم. لكن التحدي الحقيقي انه اراد انه يجعل من حبة العدس هاد المصاص الصغيرة يجعل منها جبل عظيم جدا، يجعل منها آلة عظيمة. مش بس بتعزف، انا اللي شفته من الاستاذ حسن اليوم مش بس انغام، انا شفت فكر حقيقي، فكر تربوي، وفكر تعليم، وفكر عشق للموسيقى، وفكر في تغيير جيل. هذا الكلام بيطلعوا كثير من الناس حافظين نوتات وبيطلعوا يرددوها، بس مش بيطلعوا القليلين زي بيتهوفن يعزفوا ألحان
إلى الآن تردد وإلى الآن بتنحكى وهو ما حسها إلا بمشاعره، ما كانش يشوفها. هذا اليوم إحنا بنشوفه عند إنسان مبدع عربي، إنسان عربي مبدع اللي مش قادر يشوف هاي الموهبة. أنا بحكي له رجاء راجع بصيرتك، راجع إحساسك، لأنه أنت محتاج أنك تراجع. أنت حكيتها عربي، الوطن العربي كله، أنا برقبة الوطن العربي كله. أنت حكيت أن فنان عربي، أنا بحمد طيب لكل العرب. الدكتور رائد، الدكتور رائد بقول لك بتمنى أتواصل معك عشان أقدر أساعدك على نشر إبداعك في الخليج العربي. دكتور رائد بحط أزيدك بالشعر بيت، الوطن العربي كله بيعرفني. الوطن العربي عملوا، الخليج العربي عملوا مسابقة $15,000 للي بيعزف على الشلموني زي حسن ميناوي، ولا واحد قدر، ولا واحد فاز بالمسابقة، وخلصت المسابقة ولا واحد فاز. خليج، خليج بيعرف. بس أنا بتشكرك وراح أتواصل معك من كل قلبي، وإن شاء الله زي ما حكيت إنه ننشرها بالخليج العربي، لأن الوطن العربي أنا بخطيت رقبتي بخطيتهم كلهم، لأنه أنا اسمي عربي. المغرب مسؤول عني، السعودية مسؤول عني، الكويت مسؤول عني، قطر مسؤول عني، كل البلاد التي تحمل كلمة عرب عربي مسؤول عني. وهذا البرنامج صعب جدا الوصول إله يا أخوان، تعبت والله. مو أي واحد بيقدر يوقف قدام سايمون، هذا سايمون مضبوط. أنا شفت الحلقة، أنا شفت الحلقة أستاذ حسن، أنا شفت الحلقة وكانت عيني طول الوقت على سايمون كيف ردت فعله. وبعد ما أنت عزفت ولما وقفوا ثلاثتهم وصفقوا لك بعد العزف، وسايمون بعدها حكى هذا شيء عظيم ماشي، فما عاد بعد هذا الكلام كلام. الحمد لله. آه اسمح لي يا أخي حسن، بس أوكي. الجملة اللي خليني أقول لك إياها، أنت بحاجة إلى تسويق نفسك بالشكل الصحيح. إحنا بنعرف إنه في ناس بكون إله مدير أعمال، في ناس إله مدير علاقات عامة، في ناس إله مدير إنتاج. أنت بحاجة إلى شخص يتولاك، لديك الموهبة، لديك الآلة، لديك كل شيء. لكن يعني أنا مثلا بتفرجش على عرب آيدول وغيره، رغم أني اشتغلت في الإعلام 30 سنة، لكن أنا بعيد عن التلفزة نهائي الآن ماشي. شفتك اليوم هنا مظبوط. أنت بحاجة إلى شخص فعلا يقدمك للجمهور بطريقة، وربنا يوفقك. وهذا آخر كلامي. من وين بدي أدفعله؟ مش دائما بفلوس، مش دائما بفلوس. يا ريت اقتنع بيك، يا ريت الاقي انسان يقتنع في اللي انا بحكيه وبعدين ياخذ فلوس زي ما بده. شوف سيدي، انا بديش منك فلوس، انا ما بديش منك فلوس، لكن خلينا نتحاور لاحقا ومع الشباب موجودين، الدكتور والدكتور، يعني سنجد الطريقه لعمل حلقه خاصة بك أنت فقط بدون المحاورات والمشاهدين والآخرين، وتعد الإعداد الجيد، أن يتم إعدادها بطريقة نوري الناس إمكانياتك كلها مرة واحدة، وهذه الحلقة تستخدمها لتسويق نفسك فيما بعد إن شاء الله. أنا تحت أمرك يا أخ سمير، أنا ما عندي أي مشكلة. وأول شكرا لك، الدكاترة موجودين وهم بيعرفوا كيف يتواصلوا معك، وانا ايدي في ايدك. انا ايدي في ايدك. انا اول مره لك وتحياتي. اسلم. انا صدقا السلام عليكم. اول مره بعرف الدكتور جمال، ما بعرفه من قبل، وتشرفت اني عرفته والله العظيم. كثير قنوات حكوا معي بس مشان يعبوا فراغ، لانهم مفارغين، حسيت انهم فارغين بدهم يعبوا فراغ، فبيستعملوني أنا ويستعملوا غيري ليعبوا فراغ. لكن بالنسبة للأخ جمال، أنا شعرت من أول ما حكى معي، عرفت أنه رجل بده يسلط الضوء، ما بده يعبي فراغ، الفراغات نعم. يعني حسيت أنه جدي، وأنا شيء من داخلي قلت أنا معاك، معاك، أنا جاهز حاضر، لأن شعرت بالصدق والمصداقية. إن شاء الله
ثقة بنعتز فيها، وشكرا، وإن شاء الله إذا في أي شيء بنقدر نساعد فيه الأستاذ حسن، سواء بدعمه عن طريق اللايكات على الشير، مساعدته الوصول، اللي عنده قدرة إنه يعمل له بروموشن. هاي الأخ سمير، تفضل. أضيف فقرة صغيرة، أضيف فقرة صغيرة. تفضل. النشر اللي أنا بنشره على صفحات مختلفة من ماليزيا واليابان حتى غرب كندا، صفحات كتيرة كتيرة، في عليها أكثر من 300 ألف متابع. كل شيء أنا بعمله ومجاني إلي سنتين. روح شوف قناة اليوتيوب اسمها The Arab Immigrants، فيها 360 فيديو زيادة في كل التخصصات مع كل الناس. ويسرني أنك تكون واحد جديد، ضيف جديد أون بورد على سطح السفينة، ونعمل حلقة مخصوص لك. تشرف يا صديقي والله. كل أنا إن شاء الله هعدل لك شيء. أنا بقول لك أنا أول مرة أعرفك، لكن الآن بدي أروح أدرس عنك. أنا لما أعمل حلقة I have to do my homework. أكيد طبعا، لازم أتعرف مين ضيفي عشان أكون زي ما بقول الأجانب on the same page. أكون لو أنت بنحكي على صفحة واحدة، مش أنا زي ما أنت قلت بنعبي فراغ. أنا ما عنديش محطة تلفزيون، أنا بس عندي صفحة. الله يقويك يا رب، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات بإذن الله. شكرا إن شاء الله. شكرا ليلك. احنا بدنا نشكرك سمير، انك اعطيتني الفرصة. شكرا. إلى اللقاء. شكرا أخ سمير. الله يسعدك. أستاذ سمير، أستاذ الجميع، وأستاذ سمير سباق. وحقيقة حقيقة يعني كان له مجهودات كثيرة وكبيرة. أو على فكرة بحب أحكي لك كمان أستاذ حسن، عارف ليش أستاذ سمير حس فيك على السريع؟ لأنه في شيء من المعاناة المشتركة. على فكرة أنا لولا المعاناة ما بوصل. في شيء من المعاناة المشتركة، هاي معاناة نعمة من عند الله. لأنه للأسف في فترة من الفترات، وبجوز طولت هاي الفترة، بجوز طولت، اللي كان بيطلع على السطح كان محتاج تكاليف، فاللي كان بيدفعوا له أصحاب الأموال، الآن كثر خير فيسبوك، كثر خير السوشيال ميديا، وكثر خير الـ 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 الوسائل والأدوات اللي خلتنا إحنا اللي مهتمين بالمحتوى، مهتمين بالقيمة، مهتمين بقيمة الإنسان نفسه، نستطيع إنه يطلع معنا حسن مناوي أمام الجميع. وحقيقة بنتكلم معه بالحب، مش بنتكلم معه بالفلوس، ولا بنتكلم معه بالتكاليف، ولا بنتكلم معه بهذه اللغات. خلتنا نستطيع إنه ننشر القيمة الحقيقية، مش نطلع ومندور على أساليب لتنويم الناس أكثر ما هي نايمة. فأنا بدي أشكر الجميع فعلاً، وإن شاء الله إن شاء الله هاي الموهبة هتفرض نفسها، واللي الآن حيستمعوا واللي حيشاهدوا، أنا بحكي لك نوعين اللي حيشاهدوا أستاذ حسن. النوع الأول حيكون فخور فيك، والنوع الثاني حيكون خجول إنه ما عرفش يسلط الأضواء، مع إنه بإيده القرار وبإيده الإمكانيات إنه يعمل هذا الكلام. بس يطلع على التقاعد بيحكوا معي. لا لا، إن شاء الله إن شاء الله. وأنت شباب طبعاً، معظم الشباب اليوم بيسمعوا بدهم صفحتك. هذه الصفحة يا شباب موجودة زي ما أنتم شايفينها قدامكم. إذا حدا حابب يتواصل مع الأستاذ حسن، ممكن مباشرة، ممكن عن طريقنا، بالعكس بدنا كل الدعم له. الشباب حابين يسمعوا إشي من التراث الفلسطيني الأردني، عشة ليمونة برضو طبعاً. بس صبر. تفضل. صبر. أعطيني سماح بأنه هذه الفقرة الفلسطينية الأردنية بعد الحلقة بدي أختصرها لحالها، وبدي أضل أحطها على صفحتي. نعم. أعطوني السماح الفقرة اللي بدي أعزفها، بدي هذه الدقيقة. بدك سماح منها إحنا أستاذ سمير؟ طبعا، أنتوا أصحاب الحق، أصحاب الأرض أنتوا. انت بتؤمر. انا بتوقع اني انه انا والدكتور جمال
ما عندنا أي مشكلة لأي شيء ممكن يوصل هذه الموهبة الحقيقية لكل مكان في العالم. أكيد. وهذا الهدف من هذه الحلقة. نعم، قلبا وقالبا معك. نسرين هجاج، هلا والله، هلا هلا. مساء الخير، مساء الخير يا استاذ حسن. مساء الورد، يا هلا يا هلا بالفنان. كيفك؟ طمنا عنك. الحمد لله، نشكر الله، ماشي الحال. اول شيء اقول لك مبروك على الهواء، يعني انا صراحه بس مثل الخبر كثير كثير فرحت وكثير انبسطت انه بهالاختراع الفذ قدرت يعني مثل الفتوحات، يعني دخلت في بلاد العالم، دخل في قلوب الناس من 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 جميع يعني اقطار الارض. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. كله الحمد لله. وبعتذر على التاخير، انا عندي ظرف كان طارئ، بس بعتذر على التاخير. بفضل نعمه المعاناه، الحمد لله. صحيح، المعاناه نعمه. نعم، اكيد اكيد. نعم. المعاناه بتعلمنا، المعاناه بتعلمنا كيف نصير احسن وكيف نطور من انفسنا. الحمد لله، ما دام نتنفس الحمد لله. الحمد لله. وعلى فكرة يعني أنا حاسس لك إنه الشلموني هاي بتساعد على زيادة التنفس. والله هي هي يعني شو بتقوى عضلات الصدر. يعني لا يعني ما بتأذي، بالعكس بتزيد يعني عضلات الصدر، عضلات التنفس، وعضلات كل شيء. يعني إنك عارف كيف يعني بيحمل أثقال، بيعمل أثقال شيء. هي بتزيد من قوة عضلات الحجاب الحاجز. بالضبط. يعني أنا حتى لما بعزف الهارمونيكا أو بعزف شوية شباب البيت، بلاقي بحس حالي بهذا اليوم عم بتنفس أحسن من غير أيام. ليش؟ لأنه مثل التمرين فعلا، بتحس أنه لياقتك بالتنفس بتصير أحسن كمان. أنا بنصح كل شخص. أنا بدي أطلب هالطلب. تفضل. أنا بدي أستاذ حسن يطلب من نسرين إشي، ونسرين تطلب منه إشي. نسرين،
يعني انتوا الاثنين، انتوا الاثنين جايين من نفس العالم. نسرين بتغني اني اخترتك يا وطني، بتجنن. يا استاذ حسن، تتذكر الغنية اللي عملناها اخر حفله انا وياك بكاليفورنيا؟ أيوة. غنينا منتصب القامه امشي مرفوع الهامه امشي، بس هو حكى لك اني اخترتك يا وطني نسرين. نفس هاي حلوه كمان بالضبط. هو بتعرف الفنان نعليها بعد شوي استاذ حسن، نعليها طبعا. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي، منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي، قطف زيتون وعلى كتفي نعشين، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا ورا وأنا أمشي. شو بعد؟ هي طبقة طبقة مش طبقتي يا أخ حسن، بس ماشي الحال. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي، منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي، في صفي قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي. أنا أتصور، أتصور المساحة تبعت الصوت هذه والطبقات هاي يعني صعب يجيبها غير نسرين، يعني حتى أنا لا يمكن أجيبها. والله عم بحاول لأنه بعد يوم الصيام يعني. أنت أنت يعني أستاذ حسن أنت رفعت لها الطبقة يعني. في فرق بالإنترنت، في فرق بالتواصل بالإنترنت. صحيح مضبوط. في ديلاي، في ديلاي. yes. أنا عم بسمعها متأخر وهي عم تسمعني مسبب. مضبوط صحيح كلامك. صحيح. صحيح صحيح. طبعا يعني الجمهور كله بقول لك أبدعت، دعواتنا لك مشكور كتير. والله خارقة بحكوا لك طبعا يا نسرين. نسرين ما شاء الله. أحسنتي. يا له من صباح. الفنان أنا بحب أقول كلمة، الفنان يعني لا يمكن، يعني لا يمكن يكون يقدر يعطي إلا ما يكون معه فرقة موسيقية ينسجم معها انسجام تام وانسجام كامل. والحمد لله. أنا بحب أحكي لهم برضو نسرين. نعم نسرين، أنا بحب أحكي للجمهور إنه هذه الإنسان الخارقة كمان لما تتابعوها في الفولكلور، برنامج الفولكلور والغناء التراثي اللي بتعطي للغناء فيه قيمة وبتعطي للغناء فيه معناه، وبتعطي الموسيقى اللي الآن الأستاذ حسن بيحكي عنها بتعطيها معناها في البرنامج الفولكلوري كل يوم. كل يوم إمتى نسرين؟ اثنين. كل يوم اثنين. كل يوم اثنين. يوم اثنين. كل يوم اثنين. أيوة. لما تتابعوها، لما تتابعوها بتعرفوا، بتعرفوا شو يعني خارقة. شكرا لك يا استاذ محمد واخ محمد كمان. تابعونا كل نهار اثنين الساعه بعتقد 7 توقيت اصلا، 9 نحن فرق التوقيت، نحن عندنا الساعه 8. لكن انا كنت عم بقول، عم بقول على يعني نقطه معينه، انه لما بيكون الفنان عم بيشتغل مع موسيقيين محترفين، موسيقيين بحبوا الشيء اللي عم بيعملوه وعم بيعطوه من كل قلبهم، وفي تناغم على المسرح بين الموسيقيين وبين الفنان، العمل اللي بيطلع الفني اروع بكتير. يعني بتحس فورا انت كجمهور اذا الفنان اللي عم بيغني منسجم مع فرقته او مش منسجم. والحمد لله انا كنت محظوظه مع الاستاذ حسن انه دائما في انسجام تام على المسرح، بيفهم علي بالضبط شو بدي. بعتقد انه يعني استاذ حسن انت بغنى عن التعريف، والله شهادتي فيك مجروحه.
انا مش هقعد هون يعني والحلقه واحكي يعني وهذا، ولكن انت بتعرف قلائل جدا من هم في اخلاق الاستاذ حسن مناوي بالعالم الفن. انسان نقي وانسان بيشتغل بيحب الفن وبيحب يعطي وبري تالنتد، يعني موهبته كتير كبيره وعظيمه. وانا بتمنى انه العالم العربي بشكل عام يدعم المواهب اللي عندنا جميعا، وانا بعرف الاستاذ حسن بالذات انه هو كمان بيدعم مواهب، هو موهوب وبيدعم مواهب كمان. فعشان هيك انا بتمنى طيب. دائما انه الفنانين تسمحي لي نسرين؟ نعم عفوا تسمحي لي؟ اتفضل. اكيد. اول شيء الدكتور رائد بيحكي عن ضيوف الحلقه، ضيوف مميزين. انا بدي احكي له هدول مش ضيوف يا دكتور رائد، هدول المعزبين يا دكتور رائد. اهل يا دكتور. هدول المعزبين، هدول اهل القناه وهدول المعزبين تبعون القناه. اكيد. الشيء الثاني، نسرين بتحاول ايش بسموها يعني تاكل بعقولنا حلاوه. ماشي. لا والله احنا حكينا لحسن يطلب منك طلب وطلبه. انت الان في طلب لازم تطلبيه منه، لسه ما طلبتيهوش. استاذ حسن ما بعرف، انا هلا عملت جوين الحلقه، كان عندنا ظرف يوم استثنائي بالعائله، لكن انا بعرف انك عزفت في Britain's Got Talent وعزفت اللون الايرش اللي هو سكوتش ايرش اللي هو الكلتك لون الكلتك. هل ما بعرف اذا بالحلقه مره عزفت لنا هذا اللون ولا لسه؟ اذا لا بحب اطلبه منك على الهواء. هلا هذا نسرين بقول لك لازم نسوي كنار جوت تالنت. ليش لا؟ بالعكس قريبا قريبا بدنا نكون قناه تدعم كل المواهب وكل الناس اللي عندها ثقافات متعدده، فنحن دائما جامعين للناس اكيد 100%، بنحب نجمعهم وبنحب نجمعهم على مواضيع كويسه جدا. هلا شايفين لانه انا بدي اجهز لها. لازم انا دوزن هاي اسمحوا لي شويه عشان اضبط الموضوع. الكل بدوزن سيدي، سمعنا انت ما تدوزن. نعم. الكل بدوزن. سامع يا محمد. بطبل راسنا وهم ماسكين الهذا وبدوزن، بقول لك استنى العود خربان وش يشمعنا انت ما تدوزن. دوزن يا سيدي دوزن. تعرف الآلات الموسيقية كثير حساسة على فكرة، بتتأثر بالحرارة يعني ان كان برد او ان كان حر، فعشان هيك بتلاقي الموسيقى دائما هكلان هم الدوزن. بس الشلموني غير شكل. صحيح. طب شو رايك نستغل الوقت؟ اجت استغلوا الوقت عبال ما دوزنها. يلا معلش يلا نستغل الوقت بين نسرين وجمال. الان ايش بتطلبي نسرين من جمال؟ والله دكتور جمال بدك تخبرنا كم عمليه عملتها الاسبوع. هرب كل احنا كلنا بنعرف طبعا دكتور جمال دكتور جراح طبعا، وحبينا يعني الآن دكتور جمال الآن جراح قلوب. كيف العجب كيف يقدر الدكتور جمال فعلا يعني ما شاء الله عنده بنسق بين كتبين أو كتبين ووقتين عشانات جديدة والتحضير لكل الحلقات السيئة اللي يعني بتحتاج كتير من الوقت كمان أنك تحضر لها للضيوف الأسئلة. يعني عن جد أنا هذا السؤال دائما بيخطر على بالي إن أسأل دكتور جمال، وإن شاء الله ألاقي عنده الإجابة الليلة. يعني مش الإجابة بس مش راح أجاوبها هسه. هلا هو يجاوب. طبعا الدكتور جمال ربنا يبارك له في وقته. هي رجع. لأنه قطع الإنترنت. ربنا يبارك له بوقته. هو هرب، شفتي كيف هرب؟ يعني أيوة يعني باله إنه مش هيغني، حيغني. هذه هي
هي فكرتها ثلاث شلمونات. واو. فكرتها ثلاث شلمونات، كل شلمونة بتعطي صوت. يعني هذا الصوت. والثاني الكبير طويلة. إذا سامعين الصوت هذا واطي جدا. وهذه نعم واطي نعم. وهذه اللي تلعب الصول الرئيسي. يعني انت انت ابدعت يعني، حتى جمعت اول مره بشوف واحد بحط ثلاث، ما يعني ما شاء الله عليك. اول شيء خمسه وخميسة زي ما بيحكوا. فعلا انت موهبه بحد ذاتك يعني، يعني موضوع الشلموني هذا هذا جزء، لكن هو جزء من موهبتك يعني هذا يعني. نعم هو اصرار اصرار صدقني اصرار. طيب انا انا اعذرني بدي اسالك سؤال. في عرب جوت تالنتس انت حكيت جمله يمكن اثرت في كثير ناس، حكيت اريد لكل اطفال العرب ان يعزفوا اجمل الالحان ولو بمصاصة لا تكلفهم شيئا. تتذكر هاي الجملة؟ نعم، وما زلت بحتفظ فيها وما زلت بحكيها كل مكان. قبل شوي حكيت لك إياها، أنا بدي أطفال السودان يعزفوا على الشلمون. ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لازم أنا يكون عندي $1,000 عشان أشتري أورج؟ ليش؟ بديش أورج. لا. شلمون أنا بعزف، ما بدي أورج. أنا يا يا أستاذ حسن اشتريت شبابة اندونيسية من انترناشنال فستيفال يعني كان، ومسكتها وعزفت يعني، بلشت أدندن عليها وفجأة ما حسيت حالي إلا عم بعزف تراثيات وعم بعزف دلعونة وعم بعزف يعني شغلات كتير تعنى بتراثنا. يعني قديش حقها؟ $7. حقها $7 من اندونيسيا، وهلد يعني شبابة شلمون ما بتكلف، ما بتكلف 7 سنت. صح مظبوط مظبوط. فموضوع الموسيقى، موضوع الآلات الموسيقية هي مش بس قصة كمان يعني موهبة، كمان نحن لما مننمي الطاقات الموسيقية عند الأطفال احنا كمان عم ننمي الطاقات الذهنية عندهم، وعم نوسع من إدراكهم، وعم نحفز عم نحفز الدماغ عندهم طبعا، وهذا الشيء بيؤدي للتفوق الدراسي أيضا. أغلب المتفوقين دراسياً، متفوقين موسيقياً وفايس فيرسا طبعاً إذا كانوا يملكون التالنت أكيد يعني الموهبة. أنا كثير بحب من عندي، أنا دائماً بدي أقول بليز علموا أولادكم الموسيقى. الموسيقى بتهذب الروح، الموسيقى بترتقي فيك إلى مستوى آخر من الإنسانية. أنا بشد على أيديك يا أستاذ حسن بهالكلام، إنه خلي أولادكم يعزفوا آلات موسيقية. أنا عطيت أولادي هذاك اليوم كنت عم بغني لهم أغنية، عطيتهم معالق خشب وخليتهم يضبطوا إيقاع بمعالق الخشب وانبسطوا كتير، كأنه يعني عم يعزفوا أوركسترا، لكن إحنا كنا الأوركسترا، كنا يعني أوركسترا بحد ذاتها. المهم إنك تعطي هاي الطفل هاي المساحة لحتى يبدع، لحتى يكون خلاق أكثر، more creative منقول. دكتور جمال أنا بدي أشوف هشام. دكتور هشام شو بتحب تحكي؟ يعني أنا بدي أقول أنا لما درست الموسيقى برضو كنت يعني كانت أنا يعني دفعة 94 by the way. كان في كتير ناس طبعا، لأن أنا كنت شاطر بالمدرسة، كان صح لي بالتخصصات تانية، بس أنا كنت حابة أدرس موسيقى، وأهلي كانوا دعموني كتير. أنا أبوي وأمي من الناس السميعين مظبوط. أبوي بالذات كان عنده عندنا جهاز اللي فيه الريل والكاسيت والكارترج وكل شيء، وسماعات بكل البيت. كان كل يوم جمعة يصحينا على على نوع من الموسيقى، سواء غربي أو عربي كلاسيكي. كل جمعة يصحينا الصبح على على شيء، أم كلثوم، فيروز، أو حتى من الموسيقى الكلاسيك الغربي. أنا اللي برأيي إنه البيرنتس أو الأب والأم هم أهم عامل في هذا الشيء، هم أهم شيء يدعموا، لأن كل الناس كانت كل القرايب والأصحاب وكلهم كانوا يقولوا لهم أنتوا انجنيتوا وتخلوا ابنكم يدرس موسيقى، بس أهلي كانوا قالوا لنا ما يعني هو هيك الولد حابب. فأعتقد إنه أهم شيء إنه الأهل يقول، لأنه أعتقد إنه في كتير أطفال، في كتير ناس عندها مواهب، الأهل ما بيخل وتنطمر هاي المواهب لأنه المجتمع اللي حواليهم. بس أعتقد إنه الأهل إذا خلوا الولد يرد يدرس زي ما بده، ما استسلموش للمفهوم اللي في
اللي في المجتمع. بعدين على فكرة أنا يعني صحيح ما اشتغلتش بالموسيقى كتير، بس أنا اشتغلت بالآي تي قبل اللي تخرجوا آي تي. فيعني هاي أيام شغلة الدراسة والشغل والهاي ما صار لها علاقة كتير باللي أنت. خلي ابنك يدرس اللي هو حابه، يبدع فيه. ما بعرف يعني، أعتقد إنه أهم عامل هم الأهل. إكرام، إيش تحبي تحكي لضيفنا؟ أنا بأيده لما حكى يعني إنه الموسيقى هي أأمن شيء ممكن تعلمه للطفل. بصراحة يعني شجعني إني أنا ابني الكبير عنده يعني عنده انترست هو نفسه يتعلم. كلام الأستاذ حسن شجعني إنه إن شاء الله أبدأ مع ابني الصغير إن شاء الله نعلمه موسيقى، لأنه فعلا هي شيء آمن وجميل يعني إنه نعلم ابننا الموسيقى. شكرا لك أستاذ حسن على الروح والإيجابية اللي تنساش المنصف اليوم. تنساش المنصف اللي بستناك في وطن له. المنصف اسمع، والجميد صنع ايدي وحياة عيني. جميد كندا يعني، فأنا لإلهي لحضرتك على شرف. نعم؟ الوصول إلى قلب الرجل عن طريق المعدة. احنا بنتشرف فيك أستاذ حسن يعني عن صح، كل الأخوة الموجودين معنا، وراح نتناول المنصب في الأردني بالجميد الكندي على أنغام موسيقى الأستاذ حسن. أهلا وسهلا فيك والله. وأشكرك على عن جد الإيجابية لليوم أنت يعني. أنا بصراحة I'm so happy والله يعني، ما بعرف مش عارف أعبر عن شعوري بالحلقة اليوم، رائعة جدا يعني الإيجابية اللي بثيتها عن صح فريدة من نوعها وجميلة جدا. أشكرك جدا يعني من كل قلبي أنا وكل عائلتي. زوجي دكتور بلال من بعيد عم بيأشر لي وبيبتسم بقول لك شكرا لك، الحلقة رائعة جدا اليوم بوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك. والله أنا بتشرف فيكم جميعا والله يعني. نسرين شو حابة تحكي لأستاذ حسن وللجمهور؟ أول شيء رح أقول لإكرام أنا رح أجي بدون عزومة. اهلا وسهلا، انت على راس القائمه بنسمعك وانت تغني لنا هيك اغاني تراثيه. الله يسعدك يا رب. والله انا بحب اقول دائما استاذ حسن بيعرف انا يعني شو رايي فيه، وعلى فكره الشغل مع الاستاذ حسن متعه جدا يعني. لما يكون فنان بس اطلب منه بدون حتى ما اطلب، هو عارف بالضبط يعني شو الفنان بده، والشغل فعلا معه من ارقى ما يكون. بتمنى يعني انا حابه اسال استاذ حسن، هل بتشوف فكره معهد كونسرفاتوار موسيقي، هل بتشوف فكرته ممكن تتحقق في مكان اقامتك؟ خلينا نبلش من امريكا. والله يعني الفكره هي موجوده يعني، لكن بدها راس مال كبير، لانه بتعرفي انه هذه مش سهله، وامريكا خاصه بلد مكلفه يعني عارف. بس اللي إذا بيجينا واحد ابن حلال يستثمر أو رجل أعمال ممكن نحط إيدي بإيده هو أنا المخ هو العضلات زي ما بيحكوها. أنا دائما بحب أقول من هالمنبر يعني، بحب أستغل الفرصة وأقول اللي عنده قابلية ليدعم الفن واستمرارية الفن في المهجر يحط إيده بإيد الأستاذ حسن ميناوي وأمثاله، وخليهم ينفذوا هالمشروع الحلو الذي يعم بالفائدة على الجميع، ويظهر حضارتنا بأبهى حلة لتكتمل أيضاً بالموسيقى والفنون في المهجر. يعني إحنا بنعرف عندنا متعلمين كتير ودكاترة ومحاميين وسياسيين، لكن بنحب دائماً نشوف المشهد مكتمل بمعهد موسيقي للعالي كونسرفاتوار يدرس الموسيقى لهذه الأجيال الصاعدة في الاغتراب. بحب أتشكركم الجمهور العزيز الكريم، بعتذر أنا مشاركتي متأخرة نسبياً الليلة، لكن أنا بوعدكم إن شاء الله أنه الحلقات الجاي دائماً تكون مواضيعنا هادفة، تكون مواضيعنا ذات عمق وذات بعد، وتكون أيضاً تتعلموا منها شيء. يعني بعد ما تخلص الحلقة تقولوا يا الله نحن اليوم تعلمنا شغلات كثيرة وانبسطنا. خلينا دائماً نكون يعني مصدر للعطاء، مش بس العطاء يعني الحب والفرح، برضو العطاء العلمي والمعرفي كمان. فبتشكركم من هذا المنبر، بتشكرك دكتور جمال، هشام، محمد، كرام، أستاذ حسن، شكراً كثير لكم. وأستاذ حسن أنا أطوق شوقاً لحفلاتنا القادمة إن شاء الله مع بعض، لما يهدى البال إن شاء الله بعد زوال فيروس الكورونا بإذن الله.
أستاذ حسن، الكلمة الأخيرة لك، وجمهور بطلب منك معزوفة أخيرة في النهاية. حاضر حاضر، كلمة أخيرة يعني أنا بحكي، أنا كل أمل وأنا بلوس أنجلوس هنا، شكلت فرقة، شكلنا فرقة أنا وجميع أنا وبعض الأصدقاء، سميناها أوركسترا عرب لوس أنجلوس، موسيقيين من العرب اللي تركوا آلاتهم، اللي هجروا آلاتهم بسبب الأعمال الثانية، رجعناهم. يعني مثلا عندك الدكتور هشام هجر آلته الكمان، بس هو بيشتغل بشغلة تانية، احنا هذول الناس جبناهم رجعناهم على آلاتهم الموسيقية، تعالوا احنا راح نتدرب مع بعض، ما حكيت انا راح ادربكم، لا حكيت تعالوا بنتدرب مع بعض وبننجح مع بعض وبنكبر مع بعض، والحمد لله صرنا عاملين الحفلة رقم 5 في لوس أنجلوس، والحمد لله نجاح جميل جدا، وكلها فرق يعني فرقة متطوعين، وهي عندنا صفحة على الفيسبوك بيقدروا الناس يشوفوا أعمالنا ويشوفوا حفلاتنا. اللي بترجى من الناس أو مش رجاء، هو شو بيسموها، دعوة، دعوة أو طلب، طلب أخوي، مش علشاني، علشان أنشر الموهبة وأنشر هذا التحدي. صار بريتش جت تالنت، بريتن جت تالنت، تحدي عربي بيوصل لهيك برنامج، والله العظيم ما هو سهل، والله العظيم صعب، والله العظيم في منافسة قوية جدا جدا جدا. شيراتكم واللايكات هي اللي بتخليني أستمر في هذا البرنامج، وأرفع رأسكم زي ما وعدتكم عالي جدا، أرفع رأسكم إن شاء الله ما بخيب ظنكم فيه. أنا بتمنى إنكم تعملوا شير للحلقة تبعتي في برنامج المواهب البريطاني، الصعب جدا أي حدا يفوته هذا البرنامج، وإني بشكر الدكتور جمال على هاللفت الحلوة الجميلة اللي فعلا أثلجت صدري وخلتني أشعر إنه أنا موجود، والحمد لله. يعني التطنيش عم بيزول، سياسة التطنيش والجنود المجهولين اللي بطنشوا بكرة راح تموتوا، طنشوا زي ما أستاذ حسن، بس عشان نكون بنفس الـ بس سؤال سريع. نعم. الآن ما في تصويت صح للبريتن جوتالنت، بس شير للفيديو، هم بيشوفوا الآن، بيشوفوا الفيديو جاب شير كثير، الناس حبت الفيديو، حبت هاي الموهبة، هذا بيجيب لنا أصوات، يلا يلا خلينا نجيبه، لأن هو هذا المادي. البرنامج ذو شقين، شق مادي تجاري، المسج بدولار، التصويت مش ببلاش بفلوس، وثانيا الموهبة اللي بيجيبوها، هل إنها هذه بتجيب لنا فلوس ولا ما بتجيب لنا فلوس، هاي برضو بتطلع عليها، باخذه بنظر الاعتبار إنه هذه الموهبة بتسوى نجيبها تجيب لنا فلوس ولا بنجيبها بنضيع موهبة بتجيب لناش فلوس. واضح كيف الفكرة، هي مادية كمان، بس بالنسبة لإلي للي بحبوني، أنا بحكي للي بحبوني يعملوا لي شير ويساعدوني بهذا علشان أنا أرفع رؤوسكم. أنا الآن سلاح لكم، أنا بقاتل أو بحارب مشان أعمل قيمة للفن العربي اللي عم بضيع، رسالة بوجهها، هذا الفن عم بموت، عم بروح بالراب ومش راب بالكلام الفاضي، بالأغاني الهابطة والابتذال، والأغاني المبتذلة، أغاني مبتذلة للأسف. بدنا نرجع الأذان، أذان المستمعين من رجلهم نرجعها لرأسهم، لأنها راحت انتقلت لرجليهم، بسمعوا برجليهم صاروا، بدنا نشيل الأذن من الرجل نحط نرجعها للرأس. ساعدوني يا أخوان، إحنا بدنا إن شاء الله، إن شاء الله. طيب شو بدك تسمعنا؟ شو بدك تسمعنا؟ لكم إياه اللي أنت حابب، الجمهور بده بس يسمع، بده يسمع، نسمع الجمهور. أحب أسمعكم فيروز. أوه تفضل، مش بالشلمونة؟ بالشلمونة، يلا بالشلمونة، حاضر. أنت البراند تبعك صار الشلمونة، ما في منها بعد، خلص الشلمونة ها، وين راحت إياها؟ حطناها هون. ما شاء الله
الله الله يا استاذ مبدع مبدع. تسلم يا صديقي، تسلم تسلموا لي على المقابله الجميله وعلى هاللفته اللي عن جد عن جد انا متفاجئ بهذه القناه ومش غريبه، انا متفاجئ ومش غريبه عليكم انسلطوا الضوء على حاله من المفروض زي ما حكينا بكلمه من المفروض انها تلاقي اهتمام من اصحاب القرار. انا لا اقصد الاردن، انا اقصد الوطن العربي كاملا، لاني انا بحكي عن حالي عربي، ما بحكي عن حالي اردني، انا عربي. كل انسان عربي عنده غيره وبغار على ابن بلده وبقدر يعمل، بقدر يوصل صوتي او يعمل او يوصل رسالتي، يساعدني على الاقل يساعدني اوصل رسالتي، هذا بكون انسان عن جد خدمني وعمل إشي بحياته، لو مره واحد يعمل إشي بحياته لوجه الله تعالى. بس طيب شكرا لكم. طيب شكرا لك، وان شاء الله ما نخيب لك ظن يا استاذ حسن. هذا وعد، هذا العشم والله، هذا وعد لنا، هذا عشم لك والله. تسلموا لي. الله يسعدك استاذ محمد تميمي، تحب تختم؟ صراحه يعني اللسان عجز عن الكلام اللي احنا عملنا بنشوفه. انا يعني استحضرت بيتهوفن، استحضرت نيوتن، والان بدي استحضر زرياب. يعني انا بتكلم عن تاريخ، مش عمالنا بنتكلم عن شيء مجرد قصبة، باللغة العربية اسمها قصبة، مجرد قصبة من البلاستيك. احنا بنتكلم عن فكر، نتكلم عن فن، نتكلم عن إحساس، نتكلم عن تاريخ، نتكلم عن تراث، وبنتكلم عن إبداع، وبنتكلم عن تسجيل سابقة. لما بنحكي إحنا يا جماعة بدنا نفرجي العالم إنه في عنا شيء نضيفه، ويأتينا من بيننا من يضيف هذا الشيء، فحقيقة هو عمل اللي عليه وزيادة، وعلى رأي إخواننا المصريين عمل اللي عليه وأزح، فيعني زادها كمان. الآن الدور على الناس. أول شيء أنا ما بطلب شيء من مسؤولين يا أستاذ حسن، وحقيقة إحنا في قناتنا من كثر ما غسلنا إيدنا منهم بطلنا نجيب سيرتهم. أحسن، عرفت؟ فإحنا بنتكلم مع الشعوب العربية، إحنا متأكدين ومتأكدين إنه فيها خير كثير كثير، والرسول قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. مظبوط، ففيها خير كثير 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 كثير، لكن اللي طالع على السطح هو القش، اللي موجود في القاع هو الذهب والمعدن الأصيل. إحنا بنطلب من الذهب والمعدن الأصيل إنه يرجع يقيم ويعيد تقييمه وياخذ دوره، ما يترك القش هو اللي يمثله، يحاول هالمرة يصير الذهب والمعدن الأصيل هو اللي في الواجهة. واليوم اليوم الأستاذ حسن عماله بجسد إبداع عربي، هذا الإبداع العربي ممكن يصير في إله يعني تسجيل منعطف من بعد هذه المرحلة في مرحلة لشيء اسمه طريقة نظرة جديدة للعربي. لا تفكروا أني أنا بحكي كلام خرافات ولا بتكلم كلام أبالغ فيه، من النادر ما أنا يعني أتحدث عن شخص موسيقي وفنان موجود على الساحة العربية، لكن لما أتحدث عن واحد حقيقة قناعتي فيه أنه بكون مليء، وأنا شايف أمامي شخص مليء في عنده رسالة حقيقية، وبتكلم عن هذه الرسالة، اللي استوعبها استوعب، واللي ما استوعبها صدقا بحكي له راجع نفسك، في أشياء كثير بين السطور لم تفهمها. أشكرك أستاذ حسن، وإن شاء الله من هذا المنبر يكون في انطلاقة كبيرة جدا، واللي ما كان بيسمع يكون إحنا شلنا من إذنه هذا الران اللي حاطه وسمع، وإن شاء الله من توفيق لتوفيق. آمين يا رب، آمين. طبعاً أنا باسم قناة كنار تي في، العائلة اللي شفتها اليوم معنا نسرين، إكرام، نادية،
وهشام الجمهور اللي هم يعتبروا جزء من العائلة. بنشكر حسن على وجوده معنا وعلى تلبية هذه الدعوة. ندعو الجميع لدعم حسن، هذا واجب أنا بعتبره، مش فقط أنك عم تعمل كليك، هذا واجب لأنه صاحب موهبة وصاحب رسالة، وإن شاء الله وما بكلفك شيء، وإن شاء الله توصل، يعني بتساعد شخص أنه يوصل هذه الموهبة وهذه الرسالة. بشكركم جميعا، بشكرك أستاذ حسن لسرعة استجابتك، وإحنا جدا فخورين، واعتبر هذه القناة منبر لك في أي وقت. خدمة حبيبنا، أنا بشرف فيك أي وقت، أي وقت حابب أنك تستضيفني أنا ما عندي أي مانع، بالوقت اللي بتشوفه مناسب لإلك أنا ما عندي أي. الشرف إلنا، الشرف إلنا. وطبعا في النهاية حابب أذكركم في حلقات غدا الساعة 7 حتكون عندنا حلقة نارية، سنتكلم فيها عن موضوع المؤامرة في الكورونا، وللأسف أحد القنوات العربية الكبرى عملت حلقة انشهرت قبل أيام، ووجدنا في هذه الحلقة اعتماد على معلومات خاطئة، سنناقشها غدا. كونوا معنا، يعني ما احنا عارفين شو السبب، حنتكلم عن هذا الموضوع غدا، هل هو الإعداد كان في خطأ؟ أكيد في أشياء خفية، لكن الحلقة هتكون مهمة جدا تستمعوا لها، نوضح لكم الحقيقة اللي احنا حابين نوصلها. احنا مش ضد أي حدا ولا ضد أي قناة، ولكن حابين نوصل الحقيقة. الساعة 9 مساء راح يكون برضو عندنا حلقة مهمة جدا عن الأسرة مع دكتور فاضل، راح يكون في أول حلقاته مع الأستاذ محمد التميمي. بنتشرف بتعرفنا عليكم، وأجين دعم كل الأستاذ حسن بحضور الحلقة إن شاء الله، بس يوصل للنهايات بالتصويت له. يا رب. حابين لكم تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. شكرا لكم. تصبحوا على خير.